السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب اللي طلع عليكم من الأحد إلى الأربعاء. نتواصل معاكم في هذا البرنامج الرياضي اللي راح يغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وخارجها. في البداية خلونا ناخذكم في جولة في عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد هذا الفاصل. أولى تغريداتنا لهذا اليوم من حساب الإعلامي الكويتي مرزوق العجبي، يقول في التغريدة: فيفا يرفع الإيقاف عن الكويت قبل قليل، مبروك للأزرق وجماهيره. طبعاً حتى أن يصدر البيان الرسمي من المكتب التنفيذي للفيفا في اجتماعه بكرة، نقول ألف مبروك للكويت عودة الروح لملاعبها بعد طول غياب، اشتقنا للأزرق وجماهيره. ثاني تغريدات اليوم من موقع جول بالعربي، يقول التغريدة: فوزي غلام يمدد تعاقده بشكل رسمي مع نابولي حتى 30 يونيو 2022، بالتوفيق للنجم الجزائري فوزي غلام وعودته أيضا من إصابة الرباط الصليبي. التغريدة الثالثة من حساب فيفا بالعربي، يقول التغريدة: حقائق كأس العالم، معلومة اليوم: اللاعب صاحب أكثر أهداف في نفس المباراة بكأس العالم هو أوليغ سالينكو، سجل 5 أهداف في المباراة التي فازت بها روسيا 6-1 على الكاميرون في نسخة 1994. ننتقل الآن إلى الإنستغرام والبوست الأول من حساب محرقي، كاريكاتير يقول فيه: صدارة بس، استاهل المحرق بعد فوزه بالأمس على الرفاع الشرقي. البوست الثاني من حساب إكسترا سبورت، يقول البوست: نادي أستون فيلا الإنجليزي يتعاقد مع الطفل العماني طارق السعدي 11 عام لمدة 3 مواسم، علماً بأنه حصل على أفضل موهبة أسيوية في المسابقات التي أقيمت بنادي تشيلسي الإنجليزي. بالتوفيق للطفل العماني طارق السعدي، وإن شاء الله يصير على خطى علي الحبسي. الآن ننتقل إلى البوست الثالث والأخير من حساب تايجر سبورت، يقول: برنابيو ديجيتال، رونالدو هاجم زيدان بعد مباراة بيلباو بسبب بيع موراتا الذي سجل 20 هدف الموسم الماضي رغم جلوسه في الاحتياط. أما الآن ننتقل إلى الأخبار المحلية. بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تستعد اللجنة المنظمة لإطلاق النسخة 4 لمسابقة سموه للصقور والصيد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي رافق بطولة العام الماضي، وتشكل بطولة الصقور والصيد حدثاً بارزاً ومميزاً في مسيرة الرياضات التراثية ومكانتها الكبيرة عند أبناء المجتمع البحريني، انطلاقاً من الحرص للمحافظة على الرياضات التراثية. سعادة الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس لجنة الكارتينج الدولية، عضو المجلس العالمي لرياضة السيارات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، توج الفائزين ببطولات الكارتينج العالمية، وذلك في حفل أقيم بالمدينة الإيطالية ميلانو. ضمن دوري زين البحرين لكرة السلة، تمكن الرفاع من تحقيق الانتصار على سترة ب 77 نقطة مقابل 59، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصن، ليحقق الرفاع انتصاره 7 في مرحلة الذهاب بالدوري ويرفع رصيده إلى 19 نقطة. وفي المباراة الثانية فاز فريق الاتحاد بصعوبة على مدينة عيسى بنتيجة 72 مقابل 64 نقطة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع 13 من عمر الدور التمهيدي للدوري.
فريق آيس ريسينج للكارتينج، فريق بحريني له إنجازات عديدة. خلونا نشوف هالتقرير اللي عد لنا الزميل حمد الفردان للتعرف أكبر بشكل أكبر على هذا الفريق. سباق التحمل لفئة السودي والذي أقيم على مضمار حلبة المغرب ريسينج تراك بأغادير، قد شهدت البطولة تنافسا قويا بين الفرق التي جاءت من مختلف الدول، وتألق فريق آيس ريسينج البحريني وهو الفريق البحريني والخليجي الوحيد. مسؤول العلاقات العامة بالفريق محمد الجودر وصف البطولة بالقوية، وأن هذه المشاركة تأتي ضمن الجدول الموضوع لمشاركات الفريق الخارجية، حيث كان هذا السباق بمثابة التحدي. وهذا الفريق يعتبر الفريق الوحيد في العالم الذي أعضائه ومتسابقيه من المارشلز. كذلك كان هذا السباق بمثابة إعداد لهم لتنظيم سباق بابكو للتحمل الذي استضافته حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ويحتل فريق آيس ريسينج البحريني المركز الأول في فئة السودي على مستوى البحرين، والمركز 44 عالمياً من خلال رصيد النقاط الذي جمعه عدد المراكز الأولى التي حصدها الفريق هذا الموسم. الحديث بشكل أكبر عن فريق آيس ريسينج للكارتينج، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو محمد الجودر مسؤول العلاقات العامة بالفريق والمتسابق أحمد الكوهجي. نرحب فيكم في الملعب، حياكم الله معنا. الله يحييك. أهلا مرحبا محمد. تكلمنا في البداية عن فكرة تأسيس فريق آيس ريسينج وشلون كانت بدايته. طبعا كانت بداية تأسيس فريق آيس ريسينج من الشباب نفسهم، أنا كنت as a part من أو جزء من السوشيال كوميتي بنادي المارشلز، فعندي الفعاليات اللي للمارشلز، الجماعة طلبوا مني تخصيص بجت لهم علشان الفريق. فتقريباً 4 سنوات إلى 5 سنوات الفريق كان ماشي لغاية 2016. الجماعة يو طلبوني أقعد مع بعض، فلما قعدت معهم إحنا صراحةً في البداية كنا هاملين الفريق، بس مجرد إن هاي ترفيه للمارشلز. ففي 2016 قعدوا معي الجماعة قالوا شفت الفريق اللي أسسناه واللي سويناه. طبعاً هاي الفريق يمكن الأول من نوعه في العالم إن مارشلز هم يتسابقون، لأن يعني عادة المارشلز هم اللي ينظمون نعم. السباق. ففي 2016 الجماعة طلبونا أقعد وقعدنا معهم وقالوا لي ترى الفريق اللي أسسناه تأهل لبطولة العالم في فرنسا، فاضطرينا إن نسوي فوكس أكثر على الفريق، ركز على الفريق لأنه راح يمثل مملكة البحرين بشكل يعني على المستوى الدولي. من أصل 1801 40 فريق فقط اللي تأهل، فآيس ريسينج كان واحد من الأربعين. فالحمد لله يعني قدروا، كان بالنسبة لهم حلم الوصول إلى بطولة العالم للكارتينج، والحمد لله قدروا يحققون ذي الشيء. حلو أحمد، تكلمنا عن بدايتك في سياقة سيارات الكارتينج. البداية طبعا تقريبا محمد فتح الموضوع، احنا الفريق تقريبا 90% من الأعضاء كلنا مارشلز، فالشغف والعمل التطوعي هاي كان جزء من الفريق. من هناك بدأت الفكرة، بدأت إن إحنا قاعد ننظم سباق ونشوف المتسابقين، ليش ما إحنا نسابق بعد؟ فتشوف الحلو من العالمين، عالم التنظيم وعالم السباق. فمن هناك بدينا، والحمد لله ناس ما قال محمد يعني جهود كلنا متكاتفين مع بعضنا البعض، حطينا هدف إن إحنا نوصل حق بطولة العالم اللي تحقق العام الماضي، والحمد لله هالسنة أهدافنا صارت أكبر، وتقريبا الوقت الحالي احنا في أفضل 20 أو 30 فريق في العالم، بنوصل إن شاء الله حق أفضل 15 فريق في العالم إن شاء الله. أتمنى لكم حتى أكثر من أحسن 15 فريق، أكيد من 10 الأوائل والخمسة الأوائل. والله الهدف إن احنا نبي نوصل إن نقول فريق المارشل البحريني من أعضاء قدر إن هو يحقق لقب بطل عالم ان شاء الله. محمد طبعا بدايه تاسيس الفريق اكيد المارشل اغلبهم يحبون سياقه السيارات، شلون تم اختيار السائقين بالتحديد؟ طبعا في البدايه الجماعه نفسهم السائقين الموجودين حاليا، السيفتي كار درايفر اللي هو سياره الامان، والتشيز كار او سياره الميديكال كار،
فهم ذيلا اوريدي يعني هم متخصصين في او عندهم اللايسن نفسه. لكن بعدها لما شوي كبر الفريق فتحنا المجال للي حاب انه من المارشلز انه يكون سايق في او متسابق يعني في الفريق. بعدها بالحلبة نشوف الاوقات اللي يسجلونها وبناء عليه نختار انه هل هو مؤهل او لا. احمد تواجدكم الدائم في الحلبة يعني يتيح لكم فرصة اكبر للتمرين والاستعداد أكيد على المسابقات. اكيد شيء طبيعي يعني احنا الناس ما نقول بيننا وفي الباب اليمنى عندنا افضل حلبة في العالم. فهاي بروحها اول خطوة انك انت تقدر تأدي تقدر تتدرب تقدر تعطي مستوى. فأكيد بدون مكان ملائم للتدريب ما نقدر نسوي اللي سوينا الحين. لكن دائما تكون في فعاليات يمكن على الحلبة او احيانا يمكن نقول حتى فعاليات حلبة الكارتينج ممكن تأجر العامة. هذا شيء ممكن يعيق التمارين عندكم او ان الاوقات تضمونها على حسب توفر الحلبة؟ لا يكون تنظيم الاوقات على حسب توفر الحلبة والحلبة هنا يعني فليكسبل بالنسبة حق جميع الفرق. تدعم الكل طبعا بالنسبة للرياضات. أكيد. كم ساعة تتمرنون في المتوسط في اليوم؟ هو يوميا يعني ما في شيء يومي على الجدول على السباق. تينا ايام اوقات نتدرب حق 4 ساعات 5 ساعات في اليوم. تي ايام نتدرب حق ساعة. طبعا كل الهدف من الموضوع ان احنا نقدر نهيئ نفسنا في سباق التحمل ان نقدر نمشي 4 ساعات متواصلة 5 ساعات متواصلة 3 ساعات متواصلة. فاكيد ابي له تحضير جسدي تحضير ذهني علشان تكون مركز تركيز كامل في 5-4 ساعات. يمكن حسب ما شاهدنا في التقرير ان شاركتوا قبل فتره في بطوله اكادير في المغرب، شلون كانت هذه المشاركه؟ طبعا هاي كان تحدي ان الفريق ايز ريسنج المارشلز بيكون في المغرب ونفس الوقت قاعدين ندير سباق 6 ساعات او سباق التحمل 6 ساعات البحرين دبليو اي سي. فكنا شوي متشتتين ان يعني السباق دولي بيكون في البحرين دبليو اي سي ونفس الوقت عندنا سباق 24 ساعة سباق التحمل في المغرب. فكان تيم مانجر ياسر ويا احمد كانوا يعني تواجدهم في البحرين مطلوب بس في نفس الوقت في المغرب مطلوب. فكانوا على التليفون يعني في السباق احنا شغالين وهم على التليفون في الاستراتيجي سووا كذي بدلوا درايفر الحين. فالحمد لله قدرنا يعني كان انجاز وكان تحدي بالنسبه للفريق انه قدر يحقق المركز الاول. طبعا سباق اغادير 24 ساعه او سباق التحمل 24 ساعه هذه اول سباق في اغادير 24 ساعه والحمد لله حققنا المركز الاول. يعني ما شاء الله رغم الصعوبات رغم ان انتم تنظمون سباق في البحرين وفي نفس الوقت تسابقون في المغرب بالضبط. شلون رتبتوا وقتكم شلون كنتوا انتم كمتسابقين يعني تنافسون في هذا السباق؟ هو للامانه مو كل المتسابقين قدرنا نروح هناك نفس ما قال محمد يعني اضطرينا نحن نقسم الفريق. فعني شخصيا انا كنت موجود هنا ويا سباق ال6 ساعات. الجماعه اللي كانوا هناك يعني نفس ما قال محمد الوضع كان جدا جدا ستريسفول يعني احنا اوكي نركز على السباق هنا في نفس الوقت عندنا متسابقين في اغادير او الحين داش والله او هو الثاني كان الاول. بس الحمد لله يعني احنا عندنا ثقه في الشباب اللي راحوا المغرب وثقه هنا ان الجهد كله يتوزع في 24 ساعه والحمد لله قدرنا نحقق نتيجه. في بطولات نظمتوها في البحرين او تخططون تنظيمها في الفتره المقبله؟ احنا انضمينا او شاركنا في البحرين في سباق 3 ساعات تحمل الحمد لله على مرتين قدرنا نحقق المركز الثالث على فئتنا وان شاء الله راح نشارك في 24 ساعة البحرين ان شاء الله. طبعا انا مو مطلع بشكل كبير على رياضات الكارتينج لكن اسمع في سباق تحمل 3 ساعات وفي 24 ساعة يعني جاب كبير بينهم، شنو الفارق ولا تعرفنا اكثر على فئات السباق؟ اي ولا يهمك الفئات في عندك من ساعة واحدة ساعتين 3 ساعات 6 ساعات 12 ساعة 24 ساعة. يعني الفترة انت كمنظم انت تحددها. طبعا يختلف اكيد يعني 3 ساعات مثلا نقول اوكي فتره قصيره نقدر ان نستحمل فيها. اما فتره مثلا 24 ساعه هي سباق استراتيجي بحت تتكلم 24 ساعه يعني يوم كامل انت لازم فريقك يكون 100% مركز.
فتحتاج متسابقين، تحتاج إداريين حق 24 ساعة موجودين، وفي لحظات لازم تتخذ قرار إنه لا أوكي لازم أبدل، لازم أدخله، لازم لا خلي يواصل، خلي يتسابق، ركز، قصر الوقت. وفي بعض الأحيان يعني تحتاج تحمل ذهني، يعني مثلاً أنا بتسابق أبي أوصل حق المركز اللي قدامي، والمركز اللي قدامي فرق بيني وبينه 30 ثانية، فأحتاج تقريباً حق 6 ولا 7 ساعات عشان أجرب 30 ثانية، عشان بس 30 ثانية يمكن أسويها 10 ثواني. فتركيز، تركيز كامل، ما في أي مجال حق الخطأ. يمكن خطأ نقدر نقول عنه في ثواني ضيع مجهود ساعات في مثل هذا السباق. أكيد بالضبط. ثانية واحدة تفرق في السباق. إيه. وشلون تكون الاستراتيجية العادة؟ هل إن السائق مشي مثلاً عدد ساعات معين بعدها يكون السائق الثاني يتناوب على السائق؟ هو بعد يعتمد يعني شوي في سباق الكارتينج في الحظ، لأن أنت في كل مرة تبدل السائق راح معظم السباقات تبدل السيارة، فاحتمال تكون السيارة اللي تأخذها تكون أسرع. فإذا تشانس مثلاً أحمد الحين بيدخل والسيارة اللي عنده أسرع، فأنا أخليه الماكسيموم في الحلبة علشان نعوض نصغر الجاب اللي بينه وبين المتسابقين اللي قدامنا، أو نكبر الجاب إذا إحنا في المركز الأول بينه وبين المركز الثاني. فإذا السيارة ماكسيموم تكون على الحلبة ساعة، فأنا أخلي أحمد مثلا على الحلبة ساعة بالضبط. لكن إذا السيارة اللي كانت من نصيب أحمد مثلا أو أي متسابق جدا بطيئة، فأنا أخلي المينيموم مثلا نص ساعة وراح أبدل علشان اخذ اضمن يمكن السياره اللي بعدها تكون اسرع. استراتيجيات معقده يعني بالنسبه خاصه الجهاز الاداري، الجهاز الفني، هاي رتب حق هذه الامور. بالنسبه لكم انتم كسائقين، ما تشوفون في مبدا عداله انه ما يكون مثلا طول السباق السياره ذي معدله احسن من سيارتي، فيكون هو شانس اكبر من انه يفوز بالسباق؟ هذا الشيء يمكن في مبدا عداله، هو ماشي سياره بطيئه وسريعه. لا لا، هو شيء طبيعي في النهايه، رياضه السيارات رياضه ميكانيكيه، يعني مستحيل لو كل بتصنع نفس السياره نفسها من نفس المصنع من نفس الوقت من نفس، مستحيل بتيك 100% متشابهه. هاي شيء زين، لان هاي يسقل موهبه المتسابق. الموهبه مو لما تحصل سياره زينه، الموهبه لما تحصل سياره مثلا لا شوي مستواها تحت. شلون تقدر تغير من سياقتك؟ شلون تقدر تعدل من اسلوبك علشان تقدر تجيب وقت زين فيها؟ حمل، نعرف ان رياضه الكارتينج او رياضات السيارات بشكل عام تحتاج الى دعم كبير، تحتاج الى ميزانيات كبيره. شلون تلقون الدعم لفريق ايس ريسنج؟ يعني صعب الدعم على الوتر اللي اعطيت اياها يعني، بس الحمد لله احنا في موسم 2017 يعني حصلنا دعم من سمو الشيخ عبد الله بن حمد ال خليفه الممثل الشخصي لجلاله الملك. والحين بالنسبه لنا انتهى الموسم 2016، والحين بنبتدي موسم 2018، فبنبتدي نسعى لسبونسر او رعاه رسميين. ف شوي دعم رياضة السيارات في البحرين، يعني التجار بالذات في البحرين ما يتوجهون الى دعم رياضة السيارات. في بعض التجار، ولكن يعني نتمنى من معظم الشركات يعني دعم الرياضة هذه، بالذات ان هذه فريق بحريني، فريق من نوعه انهم يعني الفريق الوحيد في العالم انهم من المارشلز. ولغاية هذه اللحظة احنا 7889 بوينت، احنا الاعلى في البحرين. لغاية هذه اللحظة احنا اللي راح نمثل مملكه البحرين في بطوله العالم. يمكن يعني ما شاء الله رقم قله الدعم اللي تلقونه، لكن في نتائج ما يزقع تحققونها، يعني هاي الشيء تحدي بالنسبه لكم انك أكيد. تلعب رغم الامكانيات المحدوده الا انك تنافس فرق عالميه. صحيح، يعني احنا على طول نروح هناك نفكر ان نمثل اولا البلد، نفكر احنا نمثل نادي المارشلز، مو بس فقط داخل الحلبه حتى برا الحلبه. حتى لو كان في شوي شح مادي، ولكن تكاتفنا مع بعض، نشيل روحنا، دعم لا محدود نحصل طبعا اكيد من العائله والاهل، هاي يعطيك حافز. يعني كفايه انا في النهايه اوقف على المر على منصه التتويج وشايل علم المملكه، فهاي في النهايه شيء شعوره فخري وايد. اكيد محمد، يمكن لو نتكلم عن بطوله العالم 2018 اللي انتهت لها في فرنسا، اكيد بديتوا مرحله استعداد خاص حق هذه البطوله. طبعا في كالندر، احنا دائما كفريق نحط الكالندر. مشاركاتنا في اي بطوله سواء في البحرين او على مستوى دول مجلس التعاون او على مستوى الدولي، فيكون هاي من ضمن الاعداد الى بطوله العالم. يعني مشاركاتنا مثلا في المغرب
كانت هاي من ضمن الاعداد لبطوله العالم، وكان عندنا مشاركه في الكويت ولكن اللحظات الاخيره انسحبنا لظروف يعني الفريق شوي الدرايفرز نفسهم مو بمستعدين كنا. ففي عندنا كالندر يتم وضعه او رزنامه يتم وضعها علشان تكون هي من ضمن الخطه، خطه الاعداد لبطوله العالم. محمد كسائق او احمد كسائق، شلون اعدادك لهذه البطوله؟ بتنافس انك تنافس كبار اللعبه في هذا المجال؟ والله الموسم اللي راح كانت اول مشاركه لنا، فكان اول احساس لنا ان احنا نكون في هالمستوى. طبعا البطوله جدا جدا في مستوى ثاني، و طلب منك انك انت تستعد جسديا ذهنيا اكثر. فالناس ما قال اخوي محمد حطينا خطه لازم نلتزم عليها من الحين لشهر 5 وشهر 6، من اعداد جسدي، من اعداد ذهني، ومن اعداد مهاري. فكل هالامور تتطلب ترتيب. اكيد محمد قلت لي ان الميديا دور كبير في نشر الفريق ايس ريسنج. لهم دور كبير، والحلو في الموضوع ان في فريق صحفيين والاعلاميين اللي هو البي اي سي ام سي. طبعا كفكره الفريق كلهم صحفيين، كلهم اعلاميين يشاركون وقاعدين ينافسون افرقه. فمدير الفريق حاليا هو احد او احد طاقم تلفزيون البحرين، اخوي محمد بوشيري. نعم. فهو مدير الفريق. الحلو في الموضوع ان كل الصحفيين قاعدين يشاركون في، يعني مو بس تغطيه السباق، ايضا المشاركه في السباق نفسه. فكان حلو ان تشوف الصحفيين ايضا يشاركوننا في السباقات. ان شاء الله نتنافس وندخل معاكم في منافسات الايس ريسنج. اي وقت اي حزه. شكرا لك. احنا نشكر لكم وجودكم، محمد الجودر، احمد الكهوجي. نتمنى نشوفكم ايضا من الثلاثه الاوائل، مو بس من 15 الاوائل على مستوى العالم. شكرا لكم على تواجدكم معنا. ان شاء الله. مشكورين، ما قصرت على الاستضافه. مشاهدينا ننتقل معاكم الحين لفقرة مع الناس، اللي من خلالها يقوم الزميل حمد الشملان بأخذ رأي مجموعة من الأشخاص ويطرح عليهم سؤال مختلف في كل مرة. سؤال هالأسبوع كان تخيل لو كان في بطاقة ثالثة في كرة القدم. خلونا نشوف شنو قالوا الناس عن هالسؤال. تخيل نفسك أنت مو مشجع، أنت حكم، صرت في يوم من الأيام. ليش؟ وعندك ثلاث بطاقات، عندك صفرة وحمراء وبطاقة ثالثة، أبي لونها وشنو تعني؟ والله شو أقول لك، بعد أي لون بعدها؟ ما في إلا حمراء وصفرة. ثالثة خلينا نحط بيضة. حق المدواء يعني اللي ما يسوي الخشونة يعني العدلة، يعني انذار شفهي. برتقالية. ليش برتقالية؟ لانها بتكون نوع التنبيه، يعني قبل الصفره تنبيه، بنبه اللاعب. زرقاء يعني شوي هاديه، هدوء فيها. متى تعطيها وشنو تعني؟ والله هذه اذا تطلع المباراه نظيفه يستاهلون الفريقين. تعطي الفريقين البطاقه البنفسجيه حق مدربين الفريقين. بطاقه بتكون حمراء طبعا. رمادي يعني الاصلاح، يعني رمادي، الدنيا رماديه، ان اي فاول في الملعب او شيء هذا الرمادي يصلح الاثنين. ما في في لونين بس، في لونين اصفر احمر. ما ادري بعد، هو عاده ازرق يقول لونها لون، لا ايش اسمه، الابيض. يعني حق اللعب النظيف، يعني مثلا لاعب طلع كوره روح رياضيه، يعني هاللون. مثلا لاعب سجل جول بالغلط هاللون. يعني حبيبي صاحب العوب يا حبيبي. اعتقد فكره سيد الملاعب اللي قال عنها هي اللي بدا تطبيق هذا الموسم في ايطاليا، هي البطاقه الخضراء بالنسبه للروح الرياضيه. عموما شكرا حمد الشملان على هذا التقرير. ممارسه الرياضه تعتبر عند الكثيرين عاده يوميه، هناك انواع كثيره من هذه الرياضات. اليوم بنتعرف على نوع مهم منها. تفاصيل مع الزميل عيسى الختان.
رياضات وتمارين عديدة، تلك التي نمارسها في المنزل، في الخارج أو في الأندية الرياضية، ولا شك أن لكل منا هدفه الذي يريد الوصول إليه من خلال ممارسته الرياضة. فكثير ما نسمع عن التمارين الهوائية، ولكن قد يجهل البعض مدى أهميتها وفوائدها، سواء لمن يريد التخلص من الدهون الزائدة أو لمن يعمل من أجل اكتساب لياقة بدنية عالية. التمارين الهوائية هي أحد أشكال التمارين التي تعتمد فيها العضلات على الهواء كمصدر أساسي لتوليد الطاقة التي تحتاجها، وتختلف كثافة هذه التمارين من الكثافة المنخفضة إلى العالية. فما هي التمارين الهوائية؟ وما هي أنواعها وفوائدها؟ أسئلة كثيرة يجيب عليها المدرب وأخصائي التغذية الكابتن أحمد جمشير في برنامج الملعب. نتعرف أكثر حول هذه التمارين. معنا في الاستديو المدرب وأخصائي التغذية الرياضية أحمد جمشير، حياك الله معنا كابتن. يا مرحبا يا مرحبا، ونشكركم على هالبرنامج واهتمامكم في توعية المشاهدين دائما. نتكلم في البداية كابتن عن التمارين الهوائية أو الكارديو مثل ما يعرفها الجمهور، تعرفنا بها بشكل عام. إيه نعم، وأطلب من المشاهدين يركزون في ذي البرنامج وذي الموضوع، لأن الموضوع جدا جدا مهم، وراح نوضح الأسباب. طبعا التمارين الهوائية يعني التمارين اللي يعتمدون على شنو، على النفس. يعني أنا أمارس أي نوع من التمارين الرياضية لفترة طويلة زمنية اعتمادا وين، على النفس. وفي مسمى ثاني الكارديو. ليش يسمون الكارديو؟ تمارين القلب. وليش يسمون تمارين القلب؟ لأن هاي التمارين لتقوية عضلات القلب. يعني أساسا القلب عضلة، شلون نقوي إحنا عضلة القلب؟ بالتمارين الهوائية. أنواع الثانية ما راح نقوي عضلات القلب. لو نلاحظ حتى الأطباء للفحص الدقيق للقلب يسوون شنو، اختبار على المشي أو الجري. شنو هي أنواع التمارين الهوائية؟ هاي اللي ذكرتهم طبعا، المشي والجري، الدراجة الهوائية مثلا، التجديف، السباحة، كل هالأمور يسمونها هوائية. لنفس ما قلنا مثلا كرة القدم لعبة مو هوائية كليا، لأن ليش؟ احنا نركض ونوقف، لكن يحتاجون يمارسون التمارين الهوائية لتقوية عضلات القلب، توسعة الرئتين، وخلينا نقول بصورة أوضح للياقة. يعني استمرارية في التمرين، استمرارية لمدة طويلة مثل ما نقول عنها. متى هي المدة المفضلة نقدر نقول؟ يعتمد على نوعية الرياضة. يعني احنا ابتداء يعني مثلا نقدر نقول 20 دقيقة الى على حسب حاجتي انا. مثلا يعتمد مثلا انواع الرياضه، هل فتره زمنيه طويله نفس كره القدم نمارس 45 دقيقه وراحه و 45 دقيقه، فنحتاج احنا نركز اكثر. ساعات في العاب مثلا فتراتهم قصيره لكن جهد كبير على النفس، مثلا الالعاب القتاليه في احتكاك كبير، بما ان مده المباراه مثلا 3 دقائق الى 5 دقائق، فلازم يكون عندهم يعني لياقة جدا عالية. هل في أفضلية لنوع معين من الرياضات الهوائية مثلا الجري والمشي الدراجات، في أفضلية للعبة على الثانية؟ نفس ما قلنا طبعا احنا المعروف عندنا والأشهر الجري، ولكن في قواعد حق ممارسة هاي اللعبة. أول شيء حق الشخص اللي ما يعني عمره واصل أي أو مارس أي ألعاب الهوائية أو الرياض بشكل عام، لازم يبتدي تدريجيا، ما يبتدي بالجري، بالمشي. وثاني شيء سبق وتكلمنا انه يمكن ذي الشخص عنده مشاكل في القلب، ونفس الوقت اكيد انه يكون عنده مشكله او ضعف في عضلات القلب، فلازم يبتدي تدريجيا. في اشخاص عندهم مثلا السمنه، طبعا اذا قارنا بالمشي والجري اكيد في الجري راح نحرق ازيد، لكن ما انصح ان يبتدون بالجري، لان حتى الوزن في ممارسه الجري راح الشخص يتعرض لاصابات القدمين والركبتين وحتى العمود الفقري. في فرق لما نلعب الألعاب الهوائية داخل الجيم أو في الهواء الطلق أو أي ما أفضل؟ إيه هاي السؤال مهم. حتى اللي يمارسون ممارسة الجري حق المسابقات، يعني جري يحتاجون للجيم على السير. ليش؟ لتوازن الخطوات، حتى عن النفس. وبرا يعتمد الأجواء، حتى الجو له دور. يعني في ناس يروحون أماكن مرتفعة حق الأكسجين مثلا، هاي حق يطورون حتى اللياقة. لكن برا يعني من ناحية الخطورة، تلوث الجو، يعتمد وين اركض انا، يعني توازن ارضيه مثلا المكان اللي انا اركض فيه، كل هالامور مثلا غير اذا انا اجري على الجهاز. حتى الجهاز
الطرق الفنية، فلازم المدرب يعني بإشراف المدرب يمارس ممارسة الجري. يمكن البعض الحين يلعب في الجيم كيلعب حديد مثل ما نقول بالعامة، لكن ما يهتم بالألعاب الهوائية. ما مدى أهميته بالنسبة له؟ يمكن توضح للجمهور أو خاصة للمبتدئين في هذه الأمور. أي نوع من الرياضات مدام فيها محركة ومجهود يحتاجون، نفس ما قلنا نرجع حق وين؟ عضلة القلب. نحن نقوي لأن هاي الشيء النفس، تقوية عضلة القلب، الرئتين يساعدهم حتى في القوة، حتى في دفع الأوزان. لكن نفس ما قلنا في اختلاف أن أختار أي لعبة والمدة. فيعني حتى في موضوع يمكن ما أدري إذا إن شاء الله حصلنا وقت أن نتكلم شنو أحسن الأوقات إحنا نمارس التمارين الهوائية. أنا هاي كان سؤالي الجاي، أفضل أنك تلعب الكارديو عقب الحديد ولا قبل الحديد؟ إذا بشكل سريع يعني خلينا نقول إذا أنا لاعب حديد يفضل يكون وقت مختلف، بس إذا أنا ما عندي إلا وقت التمرين يكون وين؟ بعد التمرين. ولكن في شيء مهم جدا عند ممارسة أي نوع من الرياضة، لازم أساوي شنو؟ فترة الإحماء، ومنهم شنو؟ تنشيط الدورة الدموية. شلون أنشط الدورة الدموية؟ بممارسة التمارين الهوائية. يعني حتى لو بسوي بعد التمرين أبتدي 6 إلى 8 دقائق عشان أضخ الدم، أنشط الدورة الدموية حتى حق المفاصل عن الإصابات. في دائما مفهوم في الجيم يقول لك لا تتعب روحك قبل التمرين، خل مجهودك حق الحديد بعدين احرق بالكارديو، صحيح الكلام؟ اي نعم اي نعم، لان انا وقت الحديد مثلا احتاج كميات عاليه من الكربوهيدرات والبروتين حق ممارسه الحديد لتنميه الانسجه وعمليه استشفاء. فاذا انا بديت اسوي الكارديو خاصه لفتره طويله نص ساعه الى ساعه، اكيد راح افقد نسبه كبيره من الطاقه. يمكن نربط موضوع اليوم بموضوعنا الاسبوع الماضي اللي كان اصابات كثيره تصير في صالات اللياقه البدنيه الجمات، وايضا وصلت في بعض الحالات الى الوفاه نقدر نقول. ممكن اغفال التمرين الهوائيه اللي نقدر مثل ما قلت فائدتها انها تقوي عضلات القلب والرئتين، ممكن هاي يكون لها علاقه؟ اكيد اكيد كل تاكيد. احنا في بعض النقاط ذكرناها، احنا قلنا القلب عضله، شلون نقوي عضلات القلب بالتمرين الهوائي؟ لكن تدريجيا، يعني انا اقول مثلا انت تحتاج ساعه عشان حق التخسيس عشان تحرق نسبه الدهون اللي عندك، لكن كمدرب لازم اعطي اللاعب ساعه اهيئه، ابتدي ب 20 دقيقه نص ساعه تدريجيا اهيئ على حسب مستواه. وثاني شيء، في شيء مهم، اول ما مارس التمارين الهوائيه ما اسوي اي برنامج غذائي. في ناس يسوون من البدايه يسوي برنامج غذائي ما في اي مصدر من الطاقه، فمن وين يجيب الطاقه وعنده ضعف في القلب عضله القلب فيصير ضعف. وفي شيء مهم جدا انه في نفس الوقت ياخذون بعض المشروبات والحبوب الادويه اللي يرفعون نبضات القلب. تخيل ترفع نبضات القلب وانت عندك شنو؟ ضعف في عضلات القلب اساسا. ممكن البعض يبي نتائج كل شيء في ظرف شهر واحد، خلاص يسوي كل شيء، دايت، مكملات غذائيه، تمارين هوائيه، تمارين حديد، كل شيء يسوي في شهر واحد. اي، ويتجاهلون مدى الخطوره، كاتشفين الوفيات. يعني احنا اللي سمعنا بس خلال السنه يمكن 5 أشخاص اذا اكثر عندنا بسبب هذه الامور. مشكله القلب عندهم ضعف عضله القلب، تناول بعض المنشطات. منشطات يعني شنو؟ شيء يعطيك نشاط. نشاط زايد. اي، فهذه لازم واحد ما ياخذ حتى منشطات طبيعيه الا اذا شنو؟ لياقته زينه. يعني شنو لياقته زينه؟ عند قوه عضله القلب وتوسعه الرئتين. كابتن، بعض التمارين الهوائيه يمكن تكون صعبه، تحتاج الى مدرب شخصي يشرف عليها عند اللاعب، ولا ممكن يكون فيها اللاعب بشكل شخصي؟ اي نعم، سواء انت كمسابقه، مسابقه طبعا مثلا الجري، هاي في تكنيك، شلون خطوات، شلون اخذ النفس، حتى عمليه النفس شلون اهيئ المدرب نفسه. وايد مهم في ذي النوعيه من الرياضه انه هو يكون ممارس حق ذي اللعبه سابقا. في بعض الالعاب مدرب مو بشرط انه يكون لاعب ذي اللعبه، لكن التمارين الهوائيه لازم حتى لدرجه انه حتى بالنظر يعرف ان اللاعب لاي درجه واصل من اللياقه يمكن قدرة البدنيه. نعم، يمكن كابتن بالنسبه للتمارين الهوائيه البعض يقول لما تبي تحرق دهون خاصه في منطقه البطن عليك بالمشي، لا تلعب جري، صحيح الكلام؟ انه في لعبه مخصصه لعضلات معينه ولعبه اخرى لعضلات اخرى؟ طبعا احنا تشوف الجري افضل، لكن نفس ما قلنا عن الاصابات، لان انت واحد اذا وزنه زايد يكون معرض حق الاصابات اكثر، خاصه العمود الفقري والركبتين، ودائما يعانون من الساقين تحت اسفل الساق. وثاني شيء، في شغله واحده، الجري ايش كثر تقدر تركض؟ 5 دقائق 10 دقائق. في المشي تقدر تروح شنو؟ مسافه اطول. فايش يصير؟ اذا انا ركضت 10 دقائق الجسم ياخذ الطاقه من وين؟ من الجلوكوز، من السكريات. اما اذا انا مشيت بس مسافه اطول الجسم ياخذ طاقه من وين؟ من الدهون. هاي المعادله، فاحنا نحاسب هذه الامور. لهالاساس المشي افضل.
نقول حق المتابعين المشي افضل اذا تبي تحرق دهون خصوصا اذا ما كنت محترف. نعم والطاول يعني الافضل ان الطاول في الوقت. كابتن بشكل اخير في النهايه شو الفرق بين التمارين الهوائيه وتمارين المقاومه؟ المقاومه نفس ما قلنا احنا عن النفس اكثر الهوائيه، اما المقاومه ما بنحتاج النفس، لكن نفس الوقت اكرر اللي يمارسون تمارين المقاومه يحتاجون تمارين هوائيه عشان يقدرون انه ادائهم يصير افضل، يعني نفس ما يقولون كسبورت يعني. لكن المدة يعتمد على نوعية الرياضة اللي هم مارسونه. وشيء مهم جدا، احنا ما نمارس التمارين الهوائية بس كرياضة، لا، هاي الان ابي المشاهدين يركزون في ذي الفقرة او ذي الموضوع. اول شيء افكر في ممارسة، انا عن نفسي ممارسة المشي صحيا قبل الرياضة او النسبة للدهون. ليش؟ لتنشيط الدورة الدموية، لان اكثر اسباب الامراض شنو؟ تخثر الدم. اسباب شنو؟ قلة الحركة، لتقوية عضلات القلب، لتوسعة الرئتين، عشان أوازن السكر، الضغط، الكوليسترول. شوف كل هذه أمور صحية، يعني صحتك قبل أن أنت تفكر كرياضة أو حتى شكليا. يعني معناته حتى الضعيف لو وزنه 40 ولا 30 يحتاج ممارسة تمارين هوائية. يعني باختصار الكل يحتاج يمارس. دائما يقول يعني 30 دقيقة حد أقصى أو حد أدنى من المشي أو 10,000 خطوة في اليوم هي مثل ما نقول تحلك مشاكل كثيرة في حياتك. نعم، ونلاحظ في ناس على 18 ساعات طول وقتهم يالسين كطبيعة عملهم، هاي لين دائما معرضين لأمراض خطيرة سبب تخثر الدم، إنه ما قاعد يتحركون. أخصائي التغذية والتدريب الكابتن أحمد جمشير، شكرا لك على تواجدك معنا. حاضر. كالعادة تقدم لنا الفائدة الكبيرة. حاضر حاضر لكم، شكرا. شكرا لك. جدال كثير وصحب صحف تكتب بكثرة، اعتراضات ومناشدات كثيرة بسبب أهداف وأخطاء لم تحتسب في عالم كرة القدم. تغنية الفيديو الجديدة مع الزميل سعد حمادة. ميلنا دفاو، that's a lovely touch. أهداف لم تحتسب، منتخبات وأندية ظلمت، ألقاب وكؤوس رحلت بسبب أخطاء تحكيمية فادحة أدت لهذه الخسائر الأليمة الغير مستحقة. الكثيرون طالبوا بتطبيق تقنية الفيديو العصرية من أجل أن تكون عوناً للحكام في احتساب قراراتهم المشكوكة وتصحيح الأخطاء الكارثية التي قد يقعون فيها ورفع الظلم عن الفرق التي قد تخسر مباريات كبيرة بسبب هدف غير محتسب أو ركلة جزاء غير صحيحة على سبيل المثال. لكل فعل ردة فعل، فالعديد من الجماهير قاموا بالمطالبة بتطبيق التقنية في الملاعب، فلنرى ما كتبه الجمهور في موقع تويتر. وللتعمق في الآراء أكثر، قامت العديد من الجماهير بمشاركة الرأي عن طريق الفيديو. بالنسبة حق تقنية الفيديو في المباريات، تقنية جميلة ولكن بتروح حماس اللاعبين، هاي من ناحية سلبية. كلنا قاعدين نشوف أن تقنية الفيديو قاعدة تأتي بثمارها في الدوري الإيطالي، ولو نرجع ورا حق سنة 2010 ونشوف أن ألمانيا سجلت جول من فرانك لامبارد على ألمانيا وما احتسب الهدف رغم انه هدف صحيح، وحتى بعد سنة 1966 انجلترا سجلت على ألمانيا هدف لحين مشكوك فيه. من وجهة نظري الشخصية في فرق تتعب وتجتهد، لكن بسبب خطأ تحكيمي واحد يكلفه مباراة مهما كان الوقت اللي وقفوه 20 ثانية 10 ثواني حق احتساب الهدف. الأهم ان القرار يكون سليم جدا. أنا أشوف أنه ممكن تحسن من وضع التحكيم في البحرين بشكل عام، لكن في نفس الوقت ممكن تقترت من المباراة. يعني أنت في عز الهجمة بتوقف عشان بس تشوف هل هي فاول ولا مو فاول، بلنتي ولا مو بلنتي. فيعني لها إيجابيات ولها سلبيات، ممكن تكون إيجابياتها أكثر من سلبياتها. بالنسبة لتقنية الفيديو في الملاعب أنا ضدها تماما كمشاهد وكمشجع يعني لكرة القدم. الحكم إنسان والإنسان بخطأ عادي،
الأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم، وإحنا نستمتع بس نشوف الأخطاء هاي في مباريات حاسمة ومواقف حاسمة وحساسة. أنا من وجهة نظري أشوف أن هذه التقنية لازم تتطبق في كل الدوريات وفي كل البطولات والمحافل الدولية، خصوصا على أثر الكلام اللي دائما نسمعه ونقرأه عن الأفرقة اللي انظلمت، مثلا مياتوفيتش وقولة على يوفنتوس، برشلونة وتشيلسي. فهذه التقنية بتمنح الكل حقه اللي يستحقه بدون أي زيادة وأي نقصان، بتحقق العدل اللي الكل يطالب فيه في كرة القدم. تقنية جديدة قد تكون مفيدة بالدرجة الأولى وقد تقتل متعة المباراة أيضا، ولكن في النهاية لابد أن يزاح الظلم عن بعض الأندية والمنتخبات من أجل أن نستمتع بلعبة نظيفة خالية من الأخطاء. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا استضافة الحكم الدولي السابق جاسم محمود، مدير إدارة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم. حياك الله معنا في استديو الملعب أبو محمد. حياك الله أخوي محمد. أبو محمد، طبعا مثل ما سمعنا في التغريد بطولات راحت، فرق انظلمت في كل مكان في العالم في كل البطولات، شلون تشوف مدى أهمية إدخال التقنية في كرة القدم ابتداء من تقنية خط المرمى اللي كانت والحين وصلنا إلى تقنية الفيديو؟ طبعا الاتحاد الدولي أول شيء عنده ضغوطات في الدورات اللي أشرف عليها، من يقول لك اتحادات أو فرق ندفع الملايين ونطلع بأخطاء تحكيم، فسوى خطة أن يحط هذه الخطة اللي هي الـ VAR. هو أول شيء في برنامجين اللي هو AAR اللي هو الحكم الإضافي المساعد والحكم المساعد الإضافي والحكم فيديو المساعد، يعني اللي هو فيديو اسيستنت ريفري. فالاتحاد الدولي نظم هذه البطولات على اساس ان او هذه الكورسات او هذا البرنامج على اساس ان تقل الاخطاء في البطولات الكبيره. وذي البرنامج لا يعني قاعد يعد الاتحاد الدولي من سنوات طويله، وسوى عليه كورسات للحكام المرشحين للمشاركه في كاس العالم روسيا 2018. فطبعا ذي مكلف جدا، محتاج الى اتحاد يتحمل تكاليفه، وسوى دورات كثيره وطبقها الاتحاد الدولي في البطولات اللي يشرف عليها، بطولات كاس العالم للانديه، بطولات كاس العالم للقارات، بطولات كاس العالم للشباب، وبيطبقها في ديسمبر المصارم هذا الحالي في ابو ظبي بطولات كاس العالم للانديه. طبعا اكيد قبل التطبيق في ورش عمل كثيره يقوم فيه الاتحاد الدولي للحكام. فيعني البرنامج كبير، والهدف الأساسي للاتحاد الدولي أن المباراة تطلع بأقل الأخطاء المؤثرة. لكن يعني تشوف أن من خلال المسابقات اللي تم تطبيق تقنية الفيديو فيها، قاعد تشوف أن قاعد تأتي ثمارها هذه التقنية، قاعد تقل الأخطاء فعلا، قاعد الفرق تستفيد منها؟ هو حين في دوريات قليلة تم تطبيق هذا البرنامج والVAR، وفي دوريات كبيرة وعريقة ما تم تطبيقها. طبعا في النهاية هذه التكلفة المالية وإعداد الكوادر أكيد بينصف الفرق وبيقلل أخطاء الحكام إن وجدت التقديرية، اللي كثير من المشجعين والمتابعين يحبون كرة القدم بأخطائها. أكيد إيه، بس أكيد فيه ثمار إيجابية وأكيد فيها يعني أكيد فيه بعض السلبيات، بس الثمار الإيجابية أكيد أكثر. احنا تكلمنا عن الايجابيات، لكن بالنسبه للسلبيات الكل يقول راح تقتل متعه المباراه لما الحكم يوقف المباراه لدقيقه 30 ثانيه على اساس يروح يطالع فيديو ويرجع، اللاعبين يطلعون من مود الهجمه اللي كانوا فيها اصلا ينسون شنو كانت اللعبه. ومن كذي الاتحاد الدولي، قبل اجيب الاجابه، الاتحاد الدولي حط نقاط معينه لتدخل الحكم اللي هو VAR اللي هو في ركلات الجزاء، في الاهداف، في حالات الطرد، ورابعا في الانذار الخاطئ للاعب يعني أنا أعطيت إنذار للاعب فرق خمسة، يفترض أن أعطيه للاعب تسعة، فحدد نقاط معينة مهمة جدا يتدخل فيه VAR، فمو في جميع الحالات. إضافة أن أنا يعني أنصف فريق في أقل من 30 ثانية 40 ثانية، ولا أظلم فريق في 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 هدف واحد، لكن أرد أقول أن ذي البرنامج يبي له كوادر، يبي له نقل تلفزيوني متميز، يبي له كوادر، يبي له نقل سيارة نقل،
يبي له مونتاج، يبي له حكم. طبعا الاتحاد الدولي يختار الفي ار لازم يكون حكم عامل ذو سمعه كبيره، فلازم يكون حكم متميز يقدر يساعد الحكم الرئيسي في المباراه. بس هذا الشيء ممكن نقدر نقول انه يقلل ثقه اللاعبين في الحكم وثقه الحكم في نفسه، انه في كل نقطه عليها خلاف راح يرجع للفيديو ما راح ياخذ قرار بنفسه. لا لا والله، يعني في من تجارب صارت في كاس العالم القارات وللانديه والشباب في بعض المباريات ما يلجؤون للفي ار، لاول شيء لان الحكام حاليا ذو مستوى عالي اللي تطبق في كاس العالم، يعني ارد اقول لك في كاس العالم، لان التجربه النهائيه بتكون لحد الان الاتحاد الدولي ما قرر انه يطبقها في كاس العالم. روسيا بقر في شهر 3، واعتقد ان الموافقه موجوده حسب قراءاتي وحسب تصريح رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو ان القرار النهائي بيكون في مارس 2018. للحين تجربه تحت التقييم، يعني هي تقريبا تجربه بتطبق لان الكوادر عدت والامور كلها، بس مجرد موافقه رسميه للاتحاد الدولي حسب تصريح الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الدولي. لكن المتعه او يعني انصاف الفريق مهم، لان فرق كبيره في كاس العالم اكيد ضاعت او طلعت او من خطا جسيم، فالمتعه تضيع الحين في تصنع لاعب الاصابه. نعم، في ساعات اصابه لا تضيع في ما يات على تقنيه الفيديو، ما يات على تقنيه المعلومات او تقنيه عفوا تقنيه الفيديو. نعم طبعا كابتن، لكن في شيء يلزم الحكم انه يلجا الى التقنيه هذه؟ مثلا لو هو اخذ قرار باحتساب ركله جزاء والفريق الثاني يحتاج عليها، ممكن في شيء يلزمه انه يرجع الى الفيديو؟ لا لا، قراره يكون في المرتبه الاولى. لا لا، خلينا نوضح اليه العمل. اول شيء الفي ار في حكم قدير، حكم ذو سبعه كبيره، موجود تحت الكاميرات، تحت نقل تلفزيوني مميز، تحت معاونين وياه في المونتاج، يتابع الحاله انزين يتابعها، فحاطين نقاط معينه يقدر يعني الفي ار يتدخل فيها، في الاهداف، في حالات الطرد، في ركلات الجزاء، مثل ما قلت في الانذار الخاطئ اذا لاعب ثاني. فذي اللعبات الحساسه اذا بشرط ان اذا حدثت قبل لا تستأنف يتدخل الحكم اللي هو الفي ار، الحكم الفيديو المساعد. فمو في جميع الحالات يتدخلون، واكيد ان في تواصل الكتروني او تواصل لاسلكي ما بين الحكم والفي ار والطاقم والحكم الرئيسي، فيعطيه تعليقات او يعطيه رايه وهو يشاهد اللعبه ذي. في اشياء الفي ار يتدخل ويتبع الحكم بدون لا يلجأ ويروح يشوف اللي هو التلفزيون، وفي حالات لازم يروح يشوف التلفزيون ويقرر. مثال ركلات الجزاء، احتسب ركلة جزاء والفي ار يشوف ان ركلة جزاء خاطئة تحايل، يقول له الجأ، انا اشوفها تحايل، الجأ الى التلفزيون وقرر. طرد خاطئ، لعبة تحتاج الى طرد وهو اعطى انذار، يقول له رايي انا ان هي طرد، فارجع الى الفيديو وقرر. انذار فرضا مثل ما تفضلت ان اعطيته لرقم 5 ويفترض ان اعطيه رقم 6. انزين، فهذه النقاط. اما في نقاط ياخذها تلقائيا من الفي ار بدون ان يلجا للتلفزيون، فرضا خطا داخل منطقه الجزاء او خارجها، عبور كامل محيطها الكره، جول او مو جول، خاصه في كاس العالم في تقنيات اللي هو خط المرمى. ايوه، اللي هي فالكون اي، اللي هي ساعة الصقر. فهذه التقنية موجودة مع الساعة مع الحكم، ففي تقنيات كثيرة ما تقدر تطبقها إلا في الدورات الكبيرة والاتحادات القنية اللي تقدر تطبق هذه الأمور. خلينا نتكلم عن ملاعبنا البحريني، كونك مدير إدارة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة القدم، في إمكانية لتطبيق التقنية في ملاعبنا البحرينية؟ والله الاتحاد أول شيء برئاسة الشيخ علي والنائب علي البعينين والشيخ خالد بن سلم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، ما يخلون يعني اذا في شيء يقدرون يقدمونه للتحكيم والكره البحرينيه ما بيقصرون. فبس ذي محتاجه امانه، محتاجه الى مبالغ كبيره، محتاجه الى نقل تلفزيوني مميز. خلينا نكون صريحين وواقعيين، احنا النقل التلفزيوني عندنا كاميرات قليله، هذا يحتاج الى 10 12 كاميرا واكثر في كاس العالم ربما 22 كاميرا. فهذه تقنيه كبيره محتاجه الى
الى ميزانيات كبيره نقدر احنا يعني نصرفها في امور اولى من هذا البرنامج. ونشوف اتحادات كبيره قنيه لها سمعتها الكبيره ما طبقوا ذا البرنامج، لكن نامل في السنوات القادمه اذا في الامكانيات تطبيقها. يعني نقدر نقول العوائق حاليا هو النقل. لا يعني وايد عوائق، كاميرات قليلة. عوائق كثيره يعني، عوائق النقل التلفزيوني، عوائق اكيد عوائق تقنيه معلومات. بس ممكن لو الاتحاد يبي حل ممكن يخصص كاميرات خاصه للحالات المعترض عليها نقدر نقول. يعني ايه بس يعني نحتاج الى برنامج، الى اجهزه، يعني نحتاج الى مبالغ كبيره. امانه الشغله مكلفه جدا، فنتمنى في المستقبل، ما في شيء بعيد، في المستقبل نأمل أن نواكب التطور، نواكب احنا لحظة الاتحاد الآسيوي في نهاية في دور الثمانية ودور قبل النهاية والنهاية طبق الـ AAR اللي هو الحكم الإضافي المساعد، ما طبق الـ VAR. فذي يحتاج إلى تقنية، يحتاج إلى نقل تلفزيوني، يحتاج إلى شركات. فيعني العملية جدا صعبة، لكن ما في شيء بعيد على الله عز وجل، ما في بعيد. إذا وجدت الإمكانيات الاتحاد برئاسة الشيخ علي ما بيقصر في دعم تطور التحكيم البحريني. فيما يتعلق بالتقنيات الأخرى مثل عين الصقر أو السنسر مثل ما نسمين اللي هو خط الكرة، تقنية خط الكرة، هذه الأمور ممكن نشاهدها بشكل أسرع أو أقرب من تقنية. بعد أيضا هذه محتاجة إلى 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 كاميرات، ومحتاجة إلى أجهزة، ومحتاجة إلى إمكانيات مادية. إحنا حين حاليا نستخدم التواصل الإلكتروني ما بين الطاقم، وهذه على فكرة هذه الجهاز اللي الموجود هذه جهاز واحد لا يقل عن 2000 دينار، فالعملية عملية مكلفة جدا. لكن بعد يعني أنا ما أقدر أن أوعد السادة المشاهدين أو ذي، محتاج إلى ميزانيات، محتاج إلى مبالغ كبيرة. فنتمنى في المستقبل التطبيق. يعني بس تشوف الوضع الحالي في الكرة البحرينية محتاج إلى تطبيق التكنولوجيا ولا في ثقة كبيرة أصلاً من الحكام البحريني؟ طبعاً الحكم البحريني ذو سمعة كبيرة في على مستوى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، وأيضا على المستوى المحلي توجد أخطاء ما حد ينكرها، لكن الثقة دائما في الحكم البحريني عالية. وإن شاء الله قريبا تسمعون أخبار طيبة في تشريف الطاقم البحريني لكاس، يعني في أن يتم اختيار الطاقم البحريني بقيادة نواف شكر الله وياسر تلفت وإبراهيم سبت في كاس العالم 2018، وهذه شيء للمرة الثانية شيء كبير للبحرين. البحرين يعني من سنين عندنا حكام مميزين أكيد. والنقطة الأقوى والنقطة المضيئة في الكرة البحرينية الحكام. فنتمنى من الله عز وجل دائما التوفيق، ونسمع الأخبار الطيبة في اختيار طاقمنا اللي إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة في اختياره 2018 بقيادة الحاكم الدولي المميز نواف شكر الله. وطبعا الكرة البحرينية في حكام كثير مميزين في السابق وإن شاء الله الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا يعني في النهاية أفهم منك أن بما أن ما عندنا مشاكل، بما أن عندنا ثقة في الحكم البحريني، إحنا مو محتاجين أصلا للتقنية. لا إحنا عندنا 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 أخطاء نفس الدول الأخرى، محتاجين لكل شيء في التطور. بس نرد نقول أن ذي شيء مكلف جدا، وما نوهم ولا نقدر نقول حق الشارع الرياضي، لازم يعرف الشارع الرياضي أن الاتحاد الدولي بالميزانيات الكبيرة يطبقها بس في بطولات الكبيرة. كبيرة. نعم. إيه هذا شيء مكلف جدا. فنتمنى، لكن خلنا نكون صريحين وواقعيين. متى ما توفرت الأمور؟ مثل ما توفرت كل الأمور الإمكانيات المادية ممكن تطبيقها إن شاء الله في المستقبل. نأمل إن شاء الله. الحكم الدولي السابق جاسم محمود، مدير إدارة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم في المحل. مشكورين على الاستضافة، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف على السادة المشاهدين. ربي يوفقكم، برنامج ناجح. وأرد أقول أن إن شاء الله قريبا تسمعون الأخبار الطيبة إن شاء الله للتحكيم البحريني في الكاس العالم إن شاء الله. شكرا لك محمد. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملعب، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة. مع السلامة.